طاقتك بالفترة الحالية، أشوف إنه أنت بالفترة الحالية قاعد تفكر بموضوع ممكن يكون موضوع سفر، وأيضا طلع لي بتطلعاتك إنه أنت ممكن تكون قاعد تفكر بهاي الفترة بموضوع سفر، شاغل تفكيرك صار لفترة وتريد تخطي هاي الخطوة، دا تفكر بسفر، تفكر بانتقال من مكان لمكان أو حتى من عمل لعمل. وأيضا على الصعيد العاطفي ممكن تكون قاعد تفكر بهاي الفترة ببداية جديدة أو علاقة جديدة، ممكن يكون أكو شخص بحياتك بهاي الفترة شاغل تفكيرك وأنت دا تفكر إنه ممكن تفتح صفحة جديدة وياه. بصورة عامة أقدر أعبر لك عن طاقتك الحالية إنه أنت حالياً مستعد أو تفكر إنه تاخذ خطوة، عندك روح المغامرة بهاي الفترة عالية، تفكر إنه تخطي خطوة، يعني فكرة مثل ما يقولون خارج الصندوق، فكرة غريبة، مشروع غريب، أو شخص ممكن جديد عندك تطلع إنه أنت تعرفه. أنت بالفترة الحالية أشوفك عندك القوة ونفس الوقت عندك العزم، عندك القدرة إنه أنت تنتقل من مكان لمكان، من وضع لوضع، أو حتى من خطة، تنفيذ خطة ممكن كانت صار لك فترة تفكر بيها أو مشروع، وهسه أنت قادر على أنه تبدأ بيها بداية جديدة. أما بالنسبة لوضعك على الصعيد العاطفي، أشوف أنه أنت ممكن بهاي الفترة تفكر بشخص من برج الحمل، لأن الأبراج النارية موجودة عندي بقوة بالقراءة، ممكن يكون شخص من برج ناري، برج الحمل، برج الأسد أو برج القوس. هذا الشخص أنت شاغل تفكيرك بيه صار لك فترة وتريد تبدأ وياه بداية جديدة، ممكن يكون اكو بينكم موضوع زواج، البعض من عندكم ممكن يكون عنده موضوع زواج قريب بهاي الفترة ان شاء الله، اكو زواج اشوفه لكم، اكو علاقة راح تترسم، علاقة جدية راح تترسم وراح تؤدي الى مرحلة الزواج. البعض من عندكم ممكن يكون عنده مشاكل على صعيد الاسرة، مشاكل بها محاكم، سواء كان انفصال او زعل او مشكلة تورث او معاملة، المهم اشوف انه اكو اوراق بالمحاكم بهاي الفترة راح تتم على خير ان شاء الله، بدا ممكن تكون نهاية موضوع وصلت الى نهايته، او انه انت ممكن تكون حتى محقق حلم بنهاية 2012، او محقق خطوة، محقق فد نجاح معين بحياتك ودا تحاول انه تحتفل بيه بالفترة الحالية، او ممكن يكون خبر صار يخص العائلة حتى واثر على نفسيتك، ايضا خلى نفسيتك تتحسن. الطاقة العامة لهاي السنة اشوف انه هاي السنة راح تكون بداية، يعني هو احنا نريد دائما نقول نخلي الماضي ورا ظهرنا، بس البعض من عندكم ممكن يكون منتظر شخص من الماضي، فالقراءة ممكن يشيل لي توج قراءتك بهاي الفترة. اشوف انه اكو عندك فرص ثانية، انت بالفترة الحالية عندك بدايات جديدة، انت بمرحلة سماح، غفران ذاتي، عندك هواي ناس خيبة وظنك بالفترة السابقة او بالسنة السابقة بالذات، هواي احداث مريت بيها، هواي تعب شفته بحياتك، طبعا انتو ما تفكرون بالمستقبل، اكو شخص كان شاغلكم من الماضي، اشوف هذا الشخص ويا بداية السنة، اول ما تبدي السنة راح يبلش يظهر بحياتكم من جديد ويريد يفتح وياكم صفحة جديدة او بداية جديدة، اشوف اكو حب راح يتجدد بهاي الفترة، والبعض الثاني من عندكم من بعد ازمة مريتوا بها، علاقة عاطفية سببت لكم تعب، سببت لكم خيبة امل او خسارة حتى معنوية كانت او عاطفية مريتوا بها، اشوف اكو تجدد، اكو شفاء لك من ازمة مريت بيها بالسابق، اكو بداية جديدة، اكو حب جديد راح يبين على الساحة. الشيء اللي متوج قراءتك اشوفه اكثر شيء انه اكو شخص فعلا راح يظهر بحياتك، وراح يكون هذا الشخص بداية جديدة لك تماما، راح يظهر بداية السنة، يصير بينك وبين اتراكشن، يعني من اول نظرة اكو انجذاب عالي بيناتكم. هاي بالنسبة للطاقة العامة على صعيد العمل، اشوف البعض من عندكم ممكن يكون انظلم بعمله وطلع من عنده، فصار له فترة دا يحاول او منتظر قرار محكم، ممكن تنطبق عليك الطاقة اللي موجودة، منتظر قرار بالدوام او قرار محكمة، ممكن تكون عانيت من ظلم معين ومنتظر حقك يرجع لك، اشوف اكو حق راح يرجع لك، ممكن يكون على صعيد العملي، على الصعيد العاطفي، او حتى على الصعيد العائلي، اذا كانت اكو مشاكل عائلية تخص ارث او شيء، اشوف اكو حق لك راح يرجع بهاي الفترة، اكو بشارة خبر حلو ببداية السنة، من اول ما تبدي السنة اكو خبر حلو راح يجيك، راح يطلعك من حالة حزن الى حالة فرح، يعني يقلب اوضاعك بسرعة، هذا الخبر اشوفه ممكن يكون ولادة جديدة لك، فهاي السنة لك اشوفها اني ولادة جديدة يا برج العذراء، انت بهاي السنة راح تولد من جديد، يعني امورك كلها راح تتحسن، اوضاعك كلها راح تنقلب ان شاء الله للاحسن مو للاسوء، خاصه على الصعيد المادي، على الصعيد العائلي، حتى على الصعيد العاطفي، البعض من عندكم المرتبطين العزاب اشوف اموركم ماشيه تمام.
خلونا هسه نبلش بالعمل. على الصعيد العملي أشوف عندك حظوظ كبيرة بالعمل بهاي السنة. طبعا أغلب الأبراج هاي السنة، وأقدر أقول إنه هي سنة الحظوظ بالعمل والمادة، لأنه الأبراج أغلبيتها أكو تحسن ملحوظ راح يصير بالأموال بالثروة بالأعمال. فهاي السنة أكثر مما هي حظوظ عاطفية أنا أشوفها حظوظ مادية من خلال الأبراج اللي قريتها، لأنه أغلب الأبراج الحظوظ كلها تكون بالوضع المادي، الأوضاع المادية تتحسن. فعلى الصعيد العملي أشوف عندك تحسن ملحوظ بالعمل، أكو فرصة جديدة، أكو ممكن عمل جديد راح يجيك فجأة. هذا العمل ممكن بالبداية يكون بيه منافسين هواية، أكو عمل أشوف راح تدخل بيه، أنت راح تنعرف بهذا العمل، راح يصير عندك نوع من الرضا والقوة. هذا العمل محتاج منك قوة، محتاج منك مثابرة، محتاج منك عزم، لازم يصير عندك عزم وتشد الهمة مثل ما نقول على الصعيد، حتى تحافظ على عملك وتحصل النتائج اللي مرغوبة. أشوف عندك دورة جديدة أو بداية جديدة لعمل جديد بهاي الفترة، أو حتى إذا كان بعملك نفسه فأشوف أكو ممكن البعض من عندكم ترقية منتظرها صار لفترة، وأكو ناس دا تحاول تخرب عليها، فأحذر من أشخاص راح يكونون وياك بالعمل على الصعيد العملي، سواء كان شريك إذا كنت بشغل يعني شغل خاص بيك أنت، وإذا كنت بوظيفة عمل حكومي فأشوف أكو هواية ناس دا تهاجمك بالفترة الحالية، أو كانت تهاجمك ودا يحاولون يأثرون على نجاحك أو حتى يسوون مؤامرات من وراك، بس أنت المنتصر، أنت طاقتك هنا طلعت لي طاقة نارية بامتياز، يعني أنت بالفترة الحالية عندك قوة، القوة موجودة عندك وأنت مسيطر بهاي الفترة على أوضاعك العملية، رغم وجود بعض ممكن تكون مشاحنات بالعمل أو حتى خلافات بينك وبين أشخاص، أنت لازم تحافظ على مكانتك ولازم تحافظ على نجاحك بهاي الفترة من الناس أو المعارضات اللي موجودة، الخلافات أو حتى الحسد اللي موجود عليك، لأن أمورك أشوفها في تحسن. ممكن تكون من نهاية السنة أنت بلشت بعمل جديد، وهذا العمل بديت شوية شوية، يعني كان عمل مثل ما نقول يجوز ما معروف، أو عمل كان بسيط بس أنت كبرته وتعبت عليه. أشوف عندك تعب على هذا العمل حتى توصل للمكان اللي أنت بيه هسه، لهالسبب أكو هواية ناس قاعدة تحاول إنه تخرب عليك بهاي الفترة أو تأثر على طاقتك بصورة عامة. أنت قوي، لا تخاف من هذول الناس، لأنه حتى التحديات والمصاعب اللي طلعت لك موجودة أيضا بالبرج، هي طلعت على الصعيد العملي. أكو شخص ممكن بالعمل وياك دي يحاول يتآمر عليك أو يعني يخرب عليك شغلك، يحكي عليك بالحكي السلبي، فأنت كل اللي لازم تسويه انه تحافظ على نجاحك وتحافظ على عملك وتدافع عن نفسك اتجاه هاي الاشخاص او الاتهامات اللي قاعدة تدور حواليك بهاي الفترة. فانت المسيطر بصورة عامة، انا اشوف القوة عندك لانه انت جالس مجلس قوة هنا، أنا طالع يمي الكوين اوف وونت هي ورقة القوة، ورقة الشخص المسيطر بصورة عامة. فامورك اشوفها في تحسن دائم على العمل، رغم وجود بعض المنغصات اللي راح تكون موجودة بعملك الجديد او حتى بعملك الحالي، بس اشوف عندك رفعة بالعمل كلش عالية. اكو اموال هواية راح تجيك هاي السنة، اشوف اكو اموال راح تجي وراح تروح، اموال تجي وراح تروح، يعني اكو صرفيات واكو جمع همينة. فحاول انه مثل ما قلت لك اهم شيء على الصعيد العملي تحافظ على مكانتك، تحافظ على موقعك ضد الاشخاص اللي يحاولون انه هم يصطادون بالماء العكر، لانه دا تشوف اكو هواي ناس حواليك ممكن يكونوا المنافسين بنفس العمل او بنفس المجال اللي انت تشتغل به، او حتى ناس وياك يعني ممكن يكونون بنفس العمل بنفس الوظيفة. فعندك ترقية، عندك حظوظ عالي على الصعيد العملي، وان شاء الله الله يكفيك شر الناس الخبيثة اللي موجودة بمحيطك، احذر من عندهم كل الحذر، اهم شيء يكون عندك حذر منهم. على الصعيد الصحي، البعض منكم أشوفه ممكن يكون مار بأزمة صحية صار لأربعة أشهر، وهاي الأزمة هو عنده نوع من الإحباط منها أو اليأس، إنه ما قاعد يفكر، إنه يخاف يروح يستشير طبيب أو حتى يشوف يعني حل لهاي الأزمة. أشوف إنه عندكم إحباط صار لكم أربعة أشهر اتجاه الوضع الصحي، فوضعكم الصحي كلش متخربط بالفترة السابقة، كان أموركم متعبة، ممكن تكون نفسيتكم متعبة، أشوف أكو تعب نفسي أكثر من هو تعب جسدي، ممكن تكونين مارين بمرحلة اكتئاب بالفترة السابقة، او ممكن تكونون مارين حتى بخسارة، ممكن فقدان شخص، وفاة شخص مأثر عليكم بالماضي، او شخص بحياتكم وطلع من عندها، او حتى ممكن هذا الشخص نفسه شخص من العائلة اكو هو اللي
صحته تعبانه وانتم دا تفكرون بي صار لكم 4 اسابيع، بس اشوف انه اكو شفاء بهاي السنه ان شاء الله، الاوضاع الصحيه راح تكون تمام وتعدي على خير، ولكن انت محتاج انه تركز اكثر على وضعك الصحي، واذا شخص قدم لك المساعده يعني مساعدة تخص الوضع الصحي، ممكن تكون انت عندك نوع من نقص بالاموال او العلاج ممكن يكون مكلف، لا ترفض المساعدة، تقبل المساعدة سواء كان من شخص من العائلة او شخص انت مقرب من عندك، تقبل المساعدة. وضعك الصحي ما اشوف لي شيء خوف، ولكن انت عنادك شوية اللي يخلي الامور تسوء، فاذا عندك وضع صحي مثل ما قلت لك مأثر عليك صار لك 4 اشهر تفكر بيه، حاول انه تطلع من هاي الطاقة، طاقة العناد وطاقة الاحباط اللي موجودة، وراجع على وضعك الصحي لا تهم له، بس يعني ما اشوف شي خوف، فان شاء الله صحة وعافية للجميع. بالنسبة للاوضاع العائلية اشوف اوضاعك العائلية، اكو انسجام بالعائلة، اكو مصالحات ممكن ويا شخص كنت زعلان من عنده، او حتى الناس بالنسبة للناس اللي متزوجين على الصعيد العائلي اشوف اكو مصالحات، اكو رجوع للنساء اللي بينهم كان زعل بينهم وبين الشريك، فأشوف أكو مصالحات لكم وأكو رجوع، أكو لما تشمل راح تصير فرحة حلوة، أشوف أنه الشغف بيناتكم بهاي الفترة بالنسبة للمتزوجين الشغف زايد، الأمور في تحسن، يعني أكو انجذاب جديد مثل ما نقول، أكو تجدد بالعلاقة بالحب على صعيد العائلة والأسر بالنسبة للناس المتزوجين والمرتبطين، أشوف الطرف الثالث اللي كان بيناتكم ممكن سواء كان من العائلة أو حتى إذا كان طرف خارجي طرف يريد يخرب بعلاقتكم أشوفه طالع وأنتوا اللي باقين، فأكو مصالحات على صعيد يعني الناس اللي متزوجين بزعل مو المطلقين، الناس اللي متزوجين وكان بينهم خلافات بالسابق أشوف المصالحات موجودة والرجوع موجود. أحلامك وتطلعاتك يا برج العذراء مثل ما قلت لك، أحلامك وتطلعاتك هاي السنة أشوفه أنه أنت دا تفكر بانتقال من مكان لمكان من حال لحال او حتى من علاقة لعلاقة، انت عندك رغبة قوية وشديدة انه انت تنتقل، ممكن البعض من عندكم يريد يسافر يقدم هجرة، دا يفكر يقدم سفر هجرة، او ممكن شخص يريد ينتقل من البيت اللي هو ساكن به الى بيت ثاني، او ممكن حتى الى محافظة ثانية من مكان لمكان، اشوف عندك تنقل عندك سفر بهاي السنة، وهو اساسا باحلامك وتطلعاتك انه انت تفكر بالسفر، تفكر انه تصحح الأوضاع، أكو عندك أوضاع أو أزمات مرت فيها بالماضي دا تحاول تتخلص من عليها، دا تحاول تترك كل شيء ورا ظهرك وتتقدم إلى الأمام، فأنت دا أشوفك بهاي الفترة الأحلام والتطلعات عندك، أحلامك وطموحاتك كلش عالية، ونفس الوقت عندك القوة إنه أنت تتقدم، لأنه أنت هنا طالع لي بالعمل حتى يعني بموقع قوة، موقع مواجهة، انت ما تتهرب مثل قبل ما عندك تهرب، بالعكس انت قاعد تواجه مشاكلك وتحلها ان شاء الله بهاي السنة، عكس طاقة التهرب اللي كانت موجودة عندك دائما، من الصر عندك مشكلة تحاول تتهرب من عدها ما تحلها وتواجهها، بس هسه اشوف لا بالعكس انت بهاي السنة تواجه وتحل المشاكل، فعندك تنقلات عندك سفر، اشوف عندك يعني قلت لك التغيرات هواية راح تصير حتى بالاحوال مو بس بالمكانات وبالسفر. نجي على الوضع العاطفي بالنسبة للمرتبطين، المرتبطين أشوف أنه هواية كانت أكو مشاكل عندكم بالعطاء والعلاقة بيناتكم ما متوازنة، وأكو تجريح بالكلام صاير، بعض من عندكم ممكن تكونون مريتوا بخسارة بالوقت القريب، طبعا هاي هسه المرتبطين اللي دا أحكي عليهم اللي بينهم زعل صار لهم فترة بسيطة، مو الناس اللي منفصلين صار لهم فترة طويلة، هاي الأوراق تخص الناس المنفصلين صار لهم فترة طويلة والمطلقين بصورة خاصة، وهاي الورقة للعزاب. فبالنسبة للمرتبطين أشوف أنه صاير بينكم وبين الحبيب زعل ومشاكل مواجهات دائما تصير بيناتكم، فدائما أكو اتهامات تتوجه إليك من طرف هذا الشخص اللي تتعامل وياه سواء كان برج هوائي أو برج ترابي، ممكن يكون برج الميزان أيضا، برج الميزان لعب هاي السنة بالأبراج أريد أشوف توقعات برج الميزان إيش راح تطلع، فأشوف عندك مصالحات ويا هذا الشخص اللي من برج هوائي أو حتى برج مائي، هنا أيضا موجود عندي برج السرطان بالذات، فأشوف أكو مصالحات أكو عطاء أكو توازن، أكو الشخص ممكن إذا كنت زعلان من شريكك صار لك فترة بسبب كلام جارح جارحك بالكلام، أشوف أكو رجوع أكو مصالحة بيناتكم بهاي الفترة،
وأكو هدية راح تنعطي إلك، أشوف أكو عطاء إلك، أكو هدية، أكو كلام حلو من بعد فترة مريتوا بها بمشاحنات ومشاكل. يعني أنتوا العلاقة بيناتكم أساساً أشوفها ما بيها ثبات، يعني البعض من عندكم يعني دائماً أنتوا بهاي الدائرة مغلقة، المشاكل بيناتكم تصير، فأكو كلام جارح. الحبيب ممكن يكون كلامه قاسي ومن النوع اللي متشبث برأيه هواية، ويعني ما يحسب حساب الكلام من يقوله، هو يحكي الكلام بدون قصد بس هو كلامه مؤذي. فأشوف عندك أنت هواية جروح من هذا الشخص بسبب كلامه، لأنه هو ما يعرف يستخدم الكلمات بصورة صحيحة، ولكن أشوفه عنده مصالحات. أكو اعتذار راح يتم إليك خلال أول 5 أسابيع من السنة، يعني أول شهر أكو مصالحات وأكو رجوع لكم راح يصير، وأكو العلاقة بيناتكم راح تختلف، راح تاخذ منحى جدي أكثر. ممكن يكون هذا الشخص يجي يعرض عليك موضوع زواج أو موضوع خطوبة أو حتى ترسيم للعلاقة بصورة يعني غير مباشرة. البعض منكم الزعلانين يشوف هذا الشخص عنده نوع من العناد، أو ما يحب يحس إنه هو كبرياء، شلون يعني نقول كبرياء عالي، فما يريد يجي هو يحكي. أشوف إنه راح تصير المصالحة بيناتكم بصورة غير مباشرة، يعني ما راح يجي مباشرة ويعتذر ويرجع الأمور مثل ما كانت، لا ممكن يعني يدز رسالة غير مباشرة هيجي إنه يصير رجوع، ورجوع بيناتكم فعلا راح يصير. خلينا نشوف أكو زواج للمرتبطين.